نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح غسل الجنابة بمجرد دخوله تحت الماء مباشرة دون مع النية؟ نعم، يدخل مع النية ويعمم جسمه بالماء ويطهر. نعم، يرتفع الحدث إذا عمم جسمه بالماء مع النية من أوله يكفي. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل لا بد من مضمضة واستنشاق؟ نعم، لا بد، تمضمض ويستنشق ثم يدخل تحت الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل كونه يتوضأ أولا وضوءا كاملا، توضأ، هذا هو السنة، توضأ وضوءا كاملا ثم يدخل تحت رش الماء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.